حقيقة يعني الموضوع حارق جدا مؤلم جدا جدا ان الواحد يتكلم في موضوع بالشكل ده. كلما تابعنا الصور بتاع الشباب السوداني في ليبيا وهو قاعد يتباع زيه زي العبيد وزيه زي الريك كاننا في القرون الوسطى ولا في القرون همجيه جدا جدا. كانت صور صادمه، صور مؤلمه، صور سخيفه وفيها كميه من العبوديه وفيها كميه من الاذلال للشخص السوداني بصوره يعني مؤلمه جدا. اللي بيخلي شباب سوداني حر وقلبه حي امره ليبيا بالخلق ولا ليبيا بدل، يعني انا بعايد صورهم ما شباب عاديين، ما شباب هيدين، واضح عليهم انه في ناس متعلمين وما في دول يجي يزايد ويساوم يقول ان هذا الوطنيين وان هذا بيكره وطنه وان هذا بيكره بلده وان هذا ما بيكره بلده وان هذا بيحبوا بلده، لكن ضاقت عليهم الارض في مرض. خلي شباب من السوداني يمروا بليبيا وتعرض لعصابات الاتجار والبشر وانها تخطف وتبيع من عصابه لعصابه ومن عصابه لعصابه، شنو؟ اول سبب من الاسباب دي سبب معروف جدا انه معظم الشباب ده خريجين وعطاله، خريجين وعطاله، خريجين وعطاله، يعني الواحد بيتخرج 3 سنه 4 سنه 5 سنه 10 سنه يا مؤمن من دون شغل، ما في اي شغل، الواحد بيكون شايل بكالوريوس بتاع قانون، بكالوريوس مع مرتب شرعي في القانون وفي الطب وفي الهندسه والتامين والاقتصاد، يجيك مدعي الاقتصاد لندن ما تحسب اصلا ناس التامين ده، ما تحسب ناس السياحه، ما تحسب. وبالتالي الكلام اللي بيسمعوه عن اوروبا وانه انك بمجرد ما تصل اوروبا حيدوك سكن واعاشه ومرتب وماليه وحتبقى لك زوجه اوروبيه اسكندنافيه، الكلام ده كلام فاضي جدا جدا وتعرض له الحلقه بتاعت اللوتري. يا شباب اوروبا ما تاخذوها، يعني اقول لكم كذب، اوروبا دي ما تاخذوها بكلام الناس اللي قاعدين هناك، يعني عادي جدا ممكن الواحد يكون قاعد في لندن ولا في كينغستون في لندن هناك ويرسل لك صوره حلوه جدا جدا، انت تشوف الصوره وتقول ده وشه مندي، وشه مندي لانه اصلا الطقس هناك سمح والجو سمح، ماذا يا السودان الجو انتم عارفين كيف، يرسل لك صوره زي دي انت تقوم تندهش وتقول يا سلام يا اخي عليك الله عني زول ده رطب كيفين، هذول ده ما رطب بالمناسبه، كثير جدا من الشباب مشوا للندن، وصلوا لندن ووصلوا فرنسا لكن امورهم صعبه وما لاقين حتى حق الاكل، عندهم يا دوب بس بضاعه كده من المنظمات الخيريه عشان ياكلوا بها، لكن طبعا الحدائق العامه دي هناك كثيره جدا جدا، الجينات والحياه دي كثيره جدا، المتنزهات كثيره جدا جدا، الواحد بيكون قاعد جنب متنزه وبيشيل لك صوره وبيرسل لك انت هنا بتصدم بتقول له رطب، اظن ما رطب يا اخي ولا اي حاجه، اظن حتى الان يقاوم ما عنده، المحكمه حتى الان ما بدت في امر اللجوء بتاعه، انت بتمرق ساعه حاول تمشي اوروبا، اول حاجه ادرس اعمل دراسه وضع، شوف الوضع كيف، شوف قارن انت ماشي اوروبا عندك شنو، لو عندك علم، لو عندك شهاده، لو عندك معرفه، لو عندك مهاره، انت بتنفع مع الاوروبيين وانت دول مبتنجح باذن الله سبحانه وتعالى. بريطانيا الان عايزه تطلع من الاتحاد الاوروبي بسبب واحده من اسباب المهاجرين اللي بيجوا من الاتحاد الاوروبي اللي بيخشوا بريطانيا بيتكسروا بيتدفنوا هناك، وبريطانيا ما بتقدر تصرف عليهم الصرف البزخي ده. فرنسا الان بقت مليانه بالمهاجرين، امريكا انتم شايفين ترامب يشيل بطط في الناس، انا بمجرد ما اتصل هناك في حاجه اسمها محكمه، خليك عارف الكلام ده مين يا مولانا، الكلام اللي بيقولوه في القهاوي وفي الجنبات وفي الونسات ده اي دعوه بعيد منك، في حاجه اسمها محكمه، بمجرد ما قدمت الكيس بتاعك طبعا في الكيس ده موضوع ثاني نجيبه براو، فانت قبل ما تمشي اوروبا ولا تمشي امريكا شوف انت عندك شنو، امكانياتك شنو، مواهبك شنو، بتقدر تعمل شنو، بمجرد ما قدمت الكيس بتاعك المحكمه بتنظر في الكيس بتاعك، لقيت اسباب حقيقيه موضوعيه في دلائل عليها في مستندات، فعلا تبدا يا دوب انك ترتاح على بال ما يقول لك سكن ويقول لك وظيفه، مشاهدين بيطلعوا كيسات شاهدين، الواحد بيهين نفسه ليه؟ تعرف يا امي لا لقوا الكيس بتاعك مثلا ضارب مشيت هنا قلت لهم انا شاذ والله مغضب الله شمال بيشوفوا الكيس بتاعك بتقول انا شاذ بقول لك احكاك الاختبار في حاجه اسمها الاختبار بس تعرف الكلام ده ولا ما اعرف الكلام ده لا في واحد بيمشي هناك بيقول انا ملحد لا مؤمن بالله لا برسوله ولا اي حاجه اخذ استاذ انا عايز اعمل معاك كفار لانه واحد يمشي يقول انا والله من منطقه دارفور وطبعا كذب واضح الواحد تلقاه من الشماليه من الجزيره يقول لك انا من دارفور امشي دارفور وطلع بطاقه بتاعت لاجئين يقول انا من دارفور يكذب بياكل باسم المأساة بتاعت اهلنا في دارفور بيقول انا لاجئ من دارفور وبرضه بيتحققوا من الحالة بتاعتك لو لقوك ما من دارفور هيرفضوا الطلب بتاعك وهيرجعوك اللي هو وضع الاقتصادي انت شاب تخرج من الجامعة شابة تخرج من الجامعة الطبيعي انه داير شو عاوز يشتغل الكلام اللي قلنا فرص عمل ما طيب قول اشتغل عايز يعمل شو بعد ما يشتغل عاوز يتزوج عايز اتزوج عاوز لكم اقل حاجة في السودان في الخرطوم هنا في الخرطوم كده بالميت عايز لك يا مؤمن يا رجل داير كم؟ داير له زي 200 مليون خلاص لقى الاسرة كريمة والابو راجل حربي وجعل وخلف وداق صدره داير له 50 مليون نعم عندهم طموحات وعندهم امالهم دي اللي بتخليهم انه يركبوا حتى البحر ويركبوا تاتشارات من ليبيا ويمشوا بالخلف طيب يا شباب انا داير اسال سؤال خد المجازفات اللي انت بتجازفها عشان تصل اوروبا في كفه
خد جعالك في السودان يا كفا، وقبل على الاقل ما تتهم وتقول لي كود ولا تقول لي حكومه ولا انا ما حكومه كويس ما حكومه وبرضه ماشي بعيد. خد المجازفات اللي انت بتجازف في كفا، وضعك في البلد في كفا، هل وضعك في البلد انت قاعد بتاكل مليح بتشرب مليح بتتواصل مع الناس دي مليح، المهم بتدقش امورك بتضبط امورك وبتمشي، وفي ناس وكيد انت حتركب البحر وحتمشي بالخلا لليبيا، حتمشي من ليبيا لايطاليا ومن ايطاليا حتروح مخيم لاجئين ومخيم اللاجئين محكمه وغير كده، انت ممكن في ليبيا تخطفك 10 عصابات وتبدلك. هل الوضع ده بيستحق المجازفه؟ اسال نفسك السؤال ده، انا ما بديك اجابه من نفسي، انا ما بديك اجابه، انا من نفسي لو لقيت فكره على المجازفه دي بتقدر تحرق قلب والدك عليك، بتقدر تحرق قلب والدك عليك، حتقدر تقدر يعني تتخيل كم الماساه اللي انت ماشي لها المجازفه اللي انت ماشي عليها دي، فانت خدت الحاجات اللي انت عندك في البلد دي في كفا، يعني البلد دي اي واقع انا معك واقع وياك واقع واقع اصلا من غلطك، لكن في ناس بتقول انت داير بدل تكحله طبوزه، انت عارف لو قبضوك في ليبيا دي العصابات اللي قبضت الشباب السودانيين دي لو قبضوك في ليبيا اقل حاجه بالميت يطالبوا احلك بفديه كم؟ يقول دايرين 10,000 دولار 15,000 دولار، هذا كله لو دللوك كده ما بتجيب لك. دي الفكره، الفكره انك قبل ما تقدم على خطوه خطيره ومجازفه بالشكل ده خليك عارف انه اوروبا ما بتديك حاجه انت ما تستحقها، صعب جدا جدا، اوروبا فيها سيستم فيها نظام فيها قوانين كثيره جدا جدا، اوروبا ما بالسذاجه اللي نحن متخيليننا والقاعدين نتكلم عنها في القهاوي في الونسات في جنبات، اوروبا بتديك وبتكمل معك زي اللوتري، اللوتري اللي امريكا ده حظ، انت دول موهوب وعندك شهاده وعندك علم وعندك معرفه وعندك افكار، انت بتنجح مع الامريكان وانت دول الامريكان وبتحقق الحلم الامريكي، لا ما عندك اي حاجه ماشيين بالطيب والسما، انت ما بتنفع مع الاوروبيين، والاوروبيين ما ممكن يستقبلوا دول عاطل كان في بلده ما ينفع لك، النوع اللي بيكون عاطل هنا في الخرطوم بالضروره ما حينجح في باريس ابدا ما ظنيت، يعني في حاجه بعيده جدا جدا. طبعا عايز اقول يعني حقيقه ان الصور دي هزتنا جدا وصدمتنا جدا وخلتنا هنا نتكلم في الموضوع ده بالحرقه وبشيء من اللاموضوعيه زي ما انتم شايفين. انا بتمنى انه الشباب السوداني الموجود في ليبيا الان انه يتم اطلاق سراحه وانه الدوله تتدخل على اعلى مستويات، ويا اخي مره واحده الانسان السوداني يكون معزز ومكرم الدوله تخاف عليه وتراعي له، يا اخي والله العظيم هسه الزول ده لو كان امريكي يعني هسه شوف زي السوداني الامريكي تدقوه في المطار ده، امريكا على فيد رجل وقفت عشان السوداني ماخذ الجنسيه بتاعته، امريكا على فيد رجل وقفت، يعني احنا بقينا ارخص شعب في الدنيا وارخص انسان في الدنيا ممكن تدق في اي مكان وتتهان في اي مكان، باقي لكم هسه الشباب اللي كانوا قاعدين عاملين كده ده وراجعين، لو كانوا دي الامريكان ولا البريطانيين ولا الفرنسيين، يا اخي لو كانوا سعوديين لو كانوا اماراتيين لو كانوا يا اخي لو كانوا مصريين يا اخي لو كانوا مصريين، اصل المصريين دي اللي احنا مش بنقول بينبذونا بيشتمونا، خلي بس يا اخي يخطفوا لهم دول والله يقوموا الدنيا، اعلامهم ده يقوم الدنيا ما يقعدها، لكن لانه ده سؤال سوداني ما عنده وجيع ولا عنده زي ما يقولوا مصير، ما عندنا حاجه غير يعني نقولها غير حسبنا الله ونعم الوكيل، لك الله يا سودان لك الله. I'm gonna be.